فجوة كبيرة بين التهديدات الأمريكية والإيرانية وتصعيد لهجة بعض المسؤولين من الطرفين، بالإضافة للحرب الدائرة على وسائل الإعلام والتسريبات المشبوهة وبين الحكي الرسمي اللي عم يصدر عن السلطات العليا بالبلدين. فبتصريح غريب أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ترك رقم تليفونه الخاص عند السويسريين بحال قررت القيادة الإيرانية تتصل فيه، وتوقع أنه يصير هالشي قريبا. بالسياق ذاته أكد ترامب ومرشد الثورة الإسلامية سيد علي خامنئي أكثر من مرة أنه البلدان مش بوارد يفوتوا بحرب مباشرة. فليش كل هالتهويل الإعلامي؟ وهل الهدف منه فتح أبواب التفاوض من جديد؟ إذا كنا نراقب كل التصريحات الأمريكية نرى أنه دائما الولايات المتحدة تستخدم أسلوب التناقض للضغط. في بعض الأحوال تقول أنها أرسلت سفنها للاستعداد للحرب أو لرد على أي اعتداء إيراني. بالمقابل نرى بعض التصريحات تتحدث عن أن هذا عمل روتيني وبالتالي ليست قرع لطبول الحرب بقدر ما هي أعمال روتينية. إذن نحن نتحدث عن حرب نفسية، نتحدث عن حرب إدارة المعلومات الاستراتيجية في المنطقة. الولايات المتحدة وتحديدا إدارة الرئيس ترامب تريد التفاوض، إنما تسعى لتحسين شروط التفاوض. نحن اليوم نتوقع أن لا يكون هناك حرب. ما نراه اليوم من توتير من ضغط هو جزء من التنافس أو صراع المصالح الدولية، نراه في بعض الأحيان في الخليج، نراه في اليمن، نراه في سوريا، في العراق. نرى أن إمكانية استخدام منصة عمان كمنطقة للتفاوض بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي سابقا يمكن أن تكون قد توسعت باتجاه مناطق أخرى. بالوقت نفسه بيحكي بعض الخبراء والمحللين عن أهداف أمريكية أبعد من الشرق الأوسط وبترتبط بشكل خاص بالصراع الاقتصادي الأمريكي الصيني. فشو حقيقة الموضوع؟ ما نراه اليوم هو جزء من الاشتباك الحاصل على خارطة طريق الحرير الصينية للوصول إلى أوروبا، للوصول إلى شمال إفريقيا. وكأن الولايات المتحدة تستخدم كل الأوراق في المتوسط في شمال إفريقيا أو حتى في بعض مناطق آسيا للضغط على الجانب الصيني في ظل المفاوضات تجري، وفي نفس الوقت عقدة الوصل الأساسية في هذا الاشتباك هي إيران كما هي تركيا كما هي السعودية. لذلك نرى أن اليوم الضغط الأمريكي يجري على تركيا، يجري على إيران، ويجري على السعودية. بالمحصلة الحرب المباشرة مستبعدة، وبيظهر أنه الحماوي ناتج عن تنافس مصالح دول كبرى وإقليمية لتحسن شروط التفاوضية وتحقق أكبر قدر من المكاسب. نادر عز الدين، تلفزيون نشرة. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.